لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. ظهور الزوجة الثانية لقيس سعيد بعد انتشار أخبار صادمة. انتشر كثير من أخبار البعض عن ما يقال أن قيس سعيد متزوج مرة ثانية، سنكشف لكم في آخر الفيديو عن ذلك. قيس سعيد المعروف عنه أنه متزوج مرة واحدة من زوجته المعروفة إشراف شبيل، والتي يعرفها الشعب التونسي بأكمله وأنجب منها الثلاثة أبناء. وقيس سعيد ظهر مع زوجته إشراف شبيل في أكثر من لقاء خارج مصر وأظهر معهم كل الود، ولكن بعد انتشار الإشاعات هذه الفترة انتشرت إشاعة أخرى وإشاعات تكثر عن رئيس قيس سعيد. ولكن من المعروف عن قيس سعيد أنه لا يحب الرد على الإشاعات الكثيرة والخاصة، والرئيس قيس سعيد أكد في لقائه آخر لقاء له على ضرورة الإسراع بإعداد تشريعات جديدة صالحة للاستعمال، إلى جانب اختصار الأجال لإنجاز عدد من المشاريع المعطلة على غرار تهيئات الحي الأولمبي بالمنزه. قيس سعيد يقوم بعمل اجتماعات مع جميع الوزراء لكشف عن الخطط القادمة، لأن البلاد لن تقبل بأي إملاء من أي جهة كانت، وهناك كثير من الدول تتدخل في شؤون تونس الداخلية ويرفض قيس سعيد ذلك. وإشراف سعيد ولدت باسم إشراف شبيل سنة 1973 في مدينة صفاقس، هي زوجة الرئيس التونسي قيس سعيد وسيدة تونس الأولى منذ تولي زوجها الرئاسة 2019. العمر 51 عام، تاريخ الميلاد 1973، المكان صفاقس تونس، الزوج قيس سعيد. وعن موضوع زواج قيس سعيد زوجة ثانية سنكشف لكم عن هذه الإشاعة. هذه الإشاعة انتشرت صباح اليوم السبت، ولكن قيس سعيد ليس متزوج إلا من إشراف شبيل، وهي سيدة تونس الأولى. وعن ما يتردد هذه إشاعات فقط لتشتيت الغرض للجمهور، سنكشف لكم بعض المعلومات عن الرئيس قيس سعيد الذي لديه أكثر من 5 سنوات في الرئاسة التونسية، وعن ما فعل وميلاده. وسنكشف لكم بعض المعلومات عن الرئيس قيس سعيد. قيس سعيد ولد في يوم 22 فبراير 1958 في مدينة تونس. هو سياسي تونسي وأستاذ متقاعد في القانون الدستوري، يشغل حاليا منصب رئيس الجمهورية السابع من 23 اكتوبر 2019، وكان رئيسا للجمعية التونسية للقانون الدستوري من 1995 حتى عام 2019، بعد ان عمل في ادوار قانونية واكاديمية مختلفة منذ الثمانينات. انضم سعيد الى الانتخابات الرئاسية لعام 2019، ومن خلال برنامج شعبوي مع القليل من الحملات الانجابية سعى سعيد الى جذب الناخبين الشباب وتعهد مكافحة الفساد ودعم تحسين النظام الانتخابي. فاز في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 72% من الأصوات متغلبا على نبيل القروي، وأدى اليمين الدستورية كرئيس البلاد في 23 أكتوبر 2019. وفي يناير 2021 بدأت الاحتجاجات ردا على وحشية الشرطة المزعومة والصعوبات الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. في 25 يوليو 2021 علق سعيد نشاط مجلس نواب الشعب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي ونفذ انقلابا ذاتيا ناجحا. الامر الذي اثار ازمة سياسية شملت شخصيات بارزة من حركة النهضة، ومنذ ذلك الحين اشرف سعيد على إقالة القضاء واعتقال السياسيين. لقد حكم مرسوم حتى نجح في اقرار دستور جديد للبلاد من خلال استفتاء عام منحه المزيد من الصلاحيات. قيس سعيد وابن منصف سعيد وزكية بلاخة من بني خيار الرأس الطيب. وفق لقيس سعيد فان والده الراحل حمى الشابة اليهودية التونسية جزيل حلم من نازيين، ووالدته على الرغم من تعليمها المتقدم فهي ربة منزل، عائلته من اصل متواضع الى حد ما لكنها فكرية وعضوية في الطبقة الوسطى. كانت عمة هشام سعيد اول جراح اطفال في تونس عم الرئيس قيس سعيد، وعرض بفضل توامين ملتصقين في السبعينات. اكمل قيس سعيد دراسته الثانوية في المدرسة الصادقية، هو حقوق بالتقويم متخصص في القانون الدستوري. موافقة المحافظة ترتكز على مرجعات دينية، ما يدفعه لاتهامه من قبل بعض المعاضيب انه ساري، في حين تسبب في اتهامه بالسفلية بين الجولتين والدعوة لتطبيق الشرعية الاسلامية من خلال بشرى بالحاج حميدة رئيس لجنة الحريات الفردية والمساواة. ثم اتخذ العديد من زملاء الدستوريين السابقين وطلابه موقفا لدفع المرشح وصفه الاخير بانه محافظ ولكن ليس له اصوليا او سفليا او حتى اسلاميا، بعد ان ادان خصوصا فكر السلفي والعنف المتطرف خلال دروسه
خلال قضية بث قناة نسمة الحياة السياسية الصعود السياسي. وفي الفترة من 2013 إلى 2014 شارك قيس سعيد في العديد من الأندية واللقاءات السياسية التي تجمع الشباب. وفي عام 2016 تم إنشاء حركة الموسون لدعم أعمال ومشاريع سعيد. كان قيس سعيد من أوائل المرشحين المعلنين في الانتخابات الرئاسية التونسية. أثناء ترشحه كمحافظ اجتماعي مستقل سعى لجذب الناخبين وترمانت إحدى سياسات دعم السماح المواطنين باستدعاء مسؤولين المنتخبين. وأشار سعيد للناخبين إلى أن العديد من القضايا الحالية في تونس ترجع إلى عدم احترام من القوانين الدستورية، وطرح خطة لمكافحة الفساد سواء كان معنويا أو ماليا. وكان سعيد يحظى بدعم من كل الإسلاميين واليساريين. في أول مقابلة في يونيو 2019 مع صحيفة الشارع المغربي أعلن سعيد دعمه لعقوبة الإعدام، كما أدلى بتصريحات مفادها أن التعبير العلني عن المثلية الجنسية يتم تمويلها وتشجيعها من قبل الدول الأجنبية. وقد اتخذ موقف المحافظة بشأن قضايا المرأة أيضا، حيث عارض المساواة بين الجنسين في قضايا الميراث وفقا للتفسير الشرعية الدينية. ويعارض سعيد تطبيع العلاقات مع إسرائيل قائلا أن إسرائيل في حالة حرب مع العالم الإسلامي، ويجب محاكمة أي زعيم مسلم يقوم بتطبيع علاقة بلاده مع الصهاينة بتهمة الخيانة. وقال أن بلاده ليس لديها مشكلة مع اليهود، وأن التونسيون بما في ذلك والده قاموا بحماية اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. صرح سعيد أيضا أنه يؤيد طريقة مركزية ثلاثية المستويات وغير مباشر لانتخاب المسلمين الشرعيين الوطنيين وبعض عناصر الديمقراطية المباشر. وأعتقد أنه يجب انتخاب المسلمين المحليين على أساس الشخصية وبنية الأساسية وبدلا من الإيديولوجية السياسية. نظرا لغموضه النسبي وافتقاره للحملات الانتخابية لم تكن العديد من موقفه محددة جيدا باستثناء موقف الاجتماع المحافظ. وعلى الرغم من دعم حركة النهضة له في الانتخابات وتمسكه بمواقف محافظة اجتماعية، لأن سعيد لم يصف نفسه بأنه إسلامي وكان لديه مستشارون من مختلف الأطياف السياسية، كما أنه لا يؤيد إضافة عناصر دينية دستورية، مشير إلى أن هذه كانت معتقداته الشخصية فقط. أدى سعيد لمد دستورية كرئيس لتونس في 23 أكتوبر 2019، وأول رئيس يولد بعد إعلان استقلال تونس عن فرنسا عام 1965. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات الرئاسية بشكل مماثل في 17 أكتوبر 2019. وفي نفس اليوم اخترق السعيد شقيقه نوفل، وهو أيضا أساس في القانون الدستوري لتعيين مستشارين أعضاء بالديوان التونسي. اجتمع مجلس النواب في أكتوبر وحدد موعدا في القسم في 23 أكتوبر 2019. وتوافق هذا التاريخ مع المدة القصوى للفترة الرئاسية المؤقتة البالغة. وفي 23 أكتوبر 2019 بكسر رأسي وكرتهر بعد أداء اليمين الدستورية أمام المجلس المنتهية ولايته، وعد خلالها محاربة الإرهاب وأسبابه وضمان مكتسبات المرأة التونسية مع تعزيز حقوق الاقتصادية والاجتماعية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.